السلام عليكم، اهلا وسهلا جميع، صباح الخير عليكم. وحدياتي قربت، اتمنى لكم نهار مبروك يا ربي امين. وكان رحب بكم، معكم ريان براكي مع العاده من صفحه الفيسبوك مساعده المغاربه بمهجر. كان اعتذر للاخوت اللي ما كنقدرش نجاوبهم، ماشي حيت ما بغيتش نجاوبهم، انا راه عندي ميساجات بزاف كيوصلوا. كيما اعتذرت المره اللي فاتت قلت الواتساب ما بقيتش غادي نعطي الرقم ديالي، كنت كنطلب من الناس النمره ديال التليفون، وهذا يعني ماشي هو الفيديو، يعني ما درتش الفيديو باش نهضر على التليفون، ماشي تليفون الناس كتبغي تتواصل، ولكن الفضل كيرجع لكم الناس اللي ما احترموش الخصوصيه واللي خلاوني مضطر ندير هذه القضيه. غادي نحاول ندير واحد الرقم اللي غادي يكون يعني خاص فقط باليوتيوب باش ما نلقاش ديرونجمون، لان كما قلت لكم الانسان اللي كتعطيه يعني كتصل به من جيبك وكتعيط ليه، وفي نفس الوقت هو ما كيقدرش يكذب الدور فيقول لك وي راه كيتصل بيا، يعني دار واحد، واللي ما كنتصلش بيه اولا ما بقيتش كنقول خلي الرقم، ان يعني زيارت عليه الدعوه. فاللي عنده شي حاجه ممكن يبعث لي تما، او يدخل الصفحه اللي هي من صفحه مساعده المغرب المهجر، صفحه كبيره الحمد لله، دخل عندي الخاص وخلي الرقم ديالك، عفوا خلي الكومونتير ديالك، يكون واحد الخصوصيه بيني وبينك ونجاوب عليك اخويا ولا اختي. المهم الموضوع ديال اليوم كيخص بالفيزا. انا الفيزا درت عليها شي 4 الفيديوهات، يمكن 3 الفيديوهات، ولكن نرجعو تاني نكرروا القضيه. انا كنقدر يعني ما عنديش مع المحتوى يكون فيه التكرار وكذا، لان ما كاينش واحد الهدف مورا هادشي كامل. اللي بغيت نقول هو ان انا عارف ان بعض الاخوان، وانا براسي واحد منهم، اللي دخلت ولقيت بعض الناس كتهضر على الفيزا وكيقول لك الا جيتي وحركت الفيزا اول حاجه خصك ديرها هي تمشي تبدل الباسبور. فهمتي الناس اللي ما كيفهموا ملي كيجيو هاد الفهم هادي، انت مين كتبغي دير الباسبور زعما باش البوليس يتلاقاو معاك توريهم لادريسه تقول لهم انا ساكن اسبانيا؟ زعما دابا بيني وبينكم الا جبت الباسبور ديالي مصيب شهاد السكنه مثلا في الميريا ولا في الليخيتو، صافي البوليس غادي يقول لي اه مزيان صافي انت ديالنا. هاد الهضره هاد الخزعبلات انا ما عرفتش الناس مين كيجيبوا الهضره. واخا سيدي فرضنا انك مشيت يا سيدي ومشيتي عند القنصلي قلت لهم بغيت ندير شهاد الضايعه، اش يقول لك؟ جبت الديكلاراسيون وانت ما عندكش الوراق، غاتمشي عند البوليس، سير عند البوليس وجرب، يقدر تمشي عند البوليس يولد الناس يتعامل معاك، يقدر تمشي عند شي واحد يقول لك سير بحال قمة شدك، أو تقدر كما درت معكم أنايا فيديو اللي الحمد لله واحد الأخ سميتو مبقيتش عاقل الاسم ديالو، أسامة، هو راه تا هو داكشي اللي قلت، والحمد لله يعني تم الأمور ديالو كلشي مزيان وعلى يعني بخير وعلى خير، مشى للمحكمة، المحكمة هي مؤسسة ديال الدولة. ما عندها علاش تشدك، ما عارفاش واش عندك الوراق ولا ما عندكش الوراق، كتدخل كدير الطلب ديال الضياع، يعني كدير ديكلاراسيون ديال الضياع ولا السرقه، وماشي الباسبور، اي حاجه كتوقع لك في اسبانيا ممكن دير بهذه الطريقه هذه، وما غاديش يكون عندك مع احتكاك مع البوليس. في حاله الا جاب الله قدر الله انك ضربتي، فهنا استدعاء البوليس واجب. علاش؟ لان ما يمكنش غادي تمشي ديكلاراسيون وانت مضروب، ولا اول حاجه كتاخذ الاجراءات الطبيه وكذا وكذا، وغندير فيديو ثاني ان شاء الله علاش لا، باش نوضح الامور ديال الانسان المستضعف او اللي اعتدى عليه شي واحد وما عندوش اوراق، لان بزاف ديال المغاربه كيستغلوا ديك النقطه ديال ان ما عندوش اوراق، ويقدر يبتزك او يتكرفص عليك او يهددك ويقول لك وما عندوش اوراق، ما عنده ما يدير، هذه هي خصنا نهضروا عليها. المهم الفيزا، انت عندك الفيزا، احنا قلنا لا عندك الفيزا هذا مفتاح باش تقدر على الاقل تاخذ السكن، لان الفيزا كما قلنا انك تساعد عباد الله بطريقه شرعيه، لانك انت واقف في واحد الماركو، نقولوا حنا في واحد الموقف ديالك سليم 100%، لان عندك واحد المده، تقدر تكون 20 يوم، تقدر تكون 3 شهور، فكل واحد والحساب الفيزا اللي عنده، ولكن هذا كيحفزك انك تقدر دير عقد الكراء، واخا عندك الفيزا ميته ولا ما ميتاش عندك الحق ديرها. فكيقول لك شي واحد بحال واحد الاخت سولتني قالت لي كنوجه لها التحيه من هنايا، ما عرفتش اسمي ديالها واش ليلى طنجاويه ولا مريم طنجاويه، كتقول انا عندي فيزا ديال فرنسا واش نقدر يعني ندير بها شهاده السكن هنايا؟ فرنسا جات في اوروبا، اوروبا كاين ما نعرفوش 21 ولا 22 دوله اللي داخل فيها تشينيا هاد الفيزا هادي، فانت ملي كتدخل عندك الحق تسافر فين ما بغيتي، كاين انواع ولكن كلهم عندك الحق تمشي فين ما بغيتي، غير هو ما تخرج، حيت كاين واحدين ديال الدخول وخروج، وكاين ديال متعدد يعني تعددات الدخلات والخارجات. فإلى اختي دخلتي هنا ما غايشوفوش واش فيها فرنسا ولا الفيزا، وما كيشوفوا الباسبور والفيزا واش كاينه شي فيزا اوروبيه. عندك الفيزا كدير العقد، واصلا ماشي مشكل انه يكون الباسبور الفيزا ميته ولا حيه، المشكل هو الباسبور واش حي ولا ميت، هذه هي النقطه المهمه والاساسيه. اما باش يجي شي واحد يكذب عليكم ويقول لكم لا الفيزا لا ما تتخصكم الا جيتوا
وبغيتوا تحرقوا الفيزا خاصكم تغبروا التليف الباسبور او لا حرقوه ولا قطعوه ولا دفنوه ولا او لا ما تجيبوش او لا 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 شنو الخو شنو الخو زعما انت اصلا مين كتحرق الفيزا فراه في الباسبور ديالك يبان امتى دخلتي اسبانيا. ما غاديش نقول لك انها بريفا لان كاين اللي كي هذه القضيه المساله دي فيها شويه ديال يعني كما كنقول حنا تيما بوليميكو يعني كاين الناس اللي كتقول اه كاين الناس كتقول لا ولكن الواقع السليم هو ابتداء من جهه اسبانيا كدير شهاده السكن ولا كدير شهاده ديال الطبيب ولا اي حاجه هذاك هو الدليل الاصلي. اما حرقتيها حتى قال حرقتيها غادي يجي شي واحد ثاني يقول لك ونقدر اخويا نمشي ندفع انا من كم 3 سنين نقدر ندفع وغيشوف الباسبور غادي يقول لي الفيزا حرقتيها. هضرت هذا الموضوع مليون مره. الموظف الحكومي عنده واحد السلطه محدوده يعني ما عندوش واحد تعدد السلطات او الذي كما بغيتي قال لي الاخ حاتم واحد النهار في اتصال في التليفون قال لك الا مشيتي دير مثلا شي حاجه في البلديه البلديه يقدر يتصل بالشرطه لان القائد ولا ما نعرف شنو نقدم الا سيدي هنا الموظف ملزوم محدود يعني خدمته انه يراقب يشوف اوراق كانوا سليمين كان الباسبور حي سرينا كان ضربتي 3 سنين الباسبور كان فيه 50 ضربتي 3 سنين في القانون ديالك سرينا ما كاينش شي حاجه في القانون كتقول ان الفيزا الا تحرقت حيت الا الفيزا تحرقت اذا ما عندكش الحق تدفع في اسبانيا الا كملتي 3 سنين ما عندكش الحق كاينه جيبوها لي الا كاين شي حاجه كتقول هذه القضيه دي. جيبوا لي شي حاجه ثانيه كتقول ان في القانون ان لو بغيتي دير الا بغيتي دير يعني بريفا خاصك تبدل الباسبور ولا تلاقاو معاك البوليس وريتو الباسبور فيهم لادريس ديال اسبانيا ما غايشدوش وريها ليا فين كاين هذه في القانون. هاد الناس هادو ما فهمتهمش انا كيفاش كيجيبوا هاد الوجه وكيفاش عايشين في اوروبا ويقتلوك بالعياقه الخاويه وكاوي وما والو ما كاين حتى حاجه راه هادشي عيب. المهم هاد القضيه هادي نتمنى اخر مره شي واحد يسولني ان الفيزا راه باينه عندك الفيزا تقدر دير لك راه ما عندكش الفيزا تقدر دير لك راه غير هو في اطار القانوني بالفيزا الا كانت حيه غادي دير لك راه. واش تقدر دير شهاده السكن عندك فيزا ديال الطاليان عندك الحق ديرها في الطاليان في الالمان في اسبانيا كذا القوانين الداخليه انا ما عنديش بها علاقه نهضر على اسبانيا فانت طالما الفيزا باقا حيه اذا عندك الاقامه هنا ديرها. واش عيب الله انت مين كتمشي يعني مين كتمشي شي فندق وانت عندك فيها الفيزا واش ما تقدرش تمشي تدخل شي فندق كذلك الفندق خدمات فهنا خدمات والفيزا ممكن تكري بها ممكن تشري بها ممكن دير بها لاي حاجه. بغيت نقول عفوا الباسبور تقدر تشري الدار بالباسبور تقدر تشري موتور بالباسبور تقدر تشري طوموبيل بالباسبور تقدر تشري اللي بغيتي بالباسبور لان الباسبور هو اللي كيسمح لك لان لاكارت ناسيونال عندها قيمه في بلادنا ماشي في اسبانيا. اسبانيا كيلعب اللي كيلعب يعني نقول حنا البابيل او الدور الهادف هنا هو الباسبور لانه هو جواز السفر اللي كيريبريزنتينا. الا قال لك شكون هي مهمه الاقامه ريزنسي ولا باسبور غتقول اقامه لا الباسبور لان انايا هذاك الاقامه كترمش ليا انا الوطنيه ديالي كاينه في الباسبور. واخا الباسبور ديالنا هذا الموضوع ديال علاش كيدير 70 اورو 80 اورو وديال السبليون اللي ديال السبليون كيدير 20 اورو حتى 24 اورو علاش على زعما هذا الموضوع هذا تا هو فيلم بوحدو سبحان الله العظيم بنادم ما عندوش كيغليو عليه واللي عنده ما كيغليوش عليه فهمت الطاق. هذه من جهه. الموضوع الثاني اللي بغيت نهضر عليه هو قضيه ديال الاستضافه لان ثاني بزاف الناس كيمشيو غالطين في الاستضافه. 2017 شهر 5 تقريبا كان كيروج واحد الخبر ان راه غادي تولي القضيه فيها الموضه اللي هي غرامه. فعلا كاينه غرامه خرجت من الناس اللي كيديروا استضافه وما كيكملوش يعني مثلا نتايا عندك خوك ولا امك ولا صديق ديالك عطيتي الدار ديالك يعني عطيتي الاستضافه تاع الاستضافه باش يجي عندك الدار هذه القضيه احنا عارفين. فهذاك الانسان يعني قانونيا ملزوم انه يكمل لك المده العوده ديالو ويرجع وعاد باش المده اللي حنا عارفينها الطوبيت اللي هي 90 يوم يعني ممكن تجلس 90 يوم وعندك الحق قبل ما تموت تطلب واحد 15 يوم اخرى كيزيدوا يعطيوها لك يعني بروروغا. ولكن المشكل هو كاين شي حوايج اللي في القانون بزاف المغاربه ما عارفينهمش. انا نهضر على المغاربه وعلى العرب انك نتايا هذا الانسان هذا الا كان الهدف ديالك انه يدير استضافه بهدف السياحه وكذا ماشي مشكل. ولكن الا كان انسان تنيتك انك بغيتي توقف معاه كبليزير كفلوس كبيزنس باش يهرب ويصيب الوراق ديالو هنا الاداره ديال مكتب الهجره كتعاقبك يعني كتكون واحد المعاقبه. العقاب كيكون على شكل غرامه. واللي بغيت نزيد نحب يعني قبل ما ندخل في هذا الاطار هذا نوضح اكثر هو ان ماشي اي واحد يقدر يتعاقب يعني مثلا خويا ماشي هو امي يعني انا لا جت امي
خويا لسلت هذاك خويا يقدر الدار بينا وياه مثلا نقولوا جا عندي خويا وقع واحد النقاش وخوى الدار ومشى فحال. حنا شنو خصني ندير هنا؟ ضروري اني انا خصني نبلغ انه نقولوا ديت الاخ ديالي راه ما بقاش بان، ما عرفت ناقشنا وما بقاش بان، باش نحيي المسؤوليه على نفسي. ولكن الا كانت الام ديالي ما يمكنش غتحل، ما كايناش هذه، يعني هذه ما كايناش. كيفاش الانسان غادي يجيب امو وامو غادي يقول لهم اه امي هربات او لا ما مشات؟ هذه ما داخلاش. هذا الشيء هذا امتى تطبق؟ بصراحه تطبق وما تطبقش، يعني ما نقدرش نقول لكم كاين في المجمعات كاملين. بدا في مايوركا وباليريس، بدا في المنطقه الاولى، دابا كاين ثاني في المنطقه ديال مدريد النواحي، وكاين حتى شويه في برشلونه في منطقه كاتالونيا. ولكن الحمد لله اندلسي باقي ما تطبقش فيها. شحال هي الغرامه؟ الغرامه من 501 اورو حتى 3000، هو القانون كيقول حتى 10000، ولكن حتى 3000 هي الماكسيموم. شكون المتضرر؟ المتضرر هو اللي غادي يعطي الدار، اما الاخر ما عنده حتى شي خساره، يعني ما عليه والو، لان العقوبات هي انه ما غيولي حارق، لان دي باينه انت لما كملتيش وما رحتيش غتولي حارق. الا تلاقاو معك البوس غادي تبصم، ولكن ما كاينش واحد المتابعه قانونيه ديال انت هربتي انت هذه الشيء، ما كاينش هذا الشيء. هذا بلا ما تخافوا وبلا ما وما عرفوش شي واحد طرق لهذا الموضوع في اليوتيوب ولا قال عليكم، قلت المهم نقولها لكم انا. 3000 اورو كيبان ليا هذاك هو الثمن اللي دابا كيطبقوه. وعاد باش كاين في ما بقيتش عاقل على الماده اللي كتهضر على القضيه هذه، حدا تفكرها انا ما بقيتش نتحط طلبتي في الفيديو. الماده اللي كتقول لك انه ممكن يعني نقولوا حنا نلصقوها او ندخلوها ضمن ان بحال درتي مخالفه جنائيه، انك حاولتي كما كنقولوا الفراودي ديال الاوراق، يعني حاولتي تبزنس الاوراق او التاجر ودير مخالفه. فالمعاقبه حاليا صراحه ما كاينش واحد كيتعاقب في هذه القضيه دي، اللي هي معاقبه نقولوا حنا الاجرام او لا، هذه الاوراق ديالك ما غيتمسوش، كون على يعني من الناحيه دي يكون هاني. ما كاينش واحد يقول لك الدوله غتعاقبك بالوراق، ولكن ممكن طيح ملطقه، لان المشكل باقي لحدنا يعني لحد اليوم الحمد لله باقي اداري، ماشي حكومي، هو حكومي اداري ولكن ماشي قضائي، يعني ما كاينش واحد المتابعه قضائيه، كاينه متابعه حكوميه اداريه، يعني غتخلص واحد الملطه وتهنى. يعني بغيت نقولها لكم حيت كيبان لي الناس ما طرقوش الموضوع، وبزاف الناس كيقول لك لا لا راه هكذا، لا كاينه القضيه هذه ممكن تقلبوا عليها، ما عليكم لا تكتبوا في الانترنت ولا فيما بغيتوا ان كومبليمينتو دي كارتا دي ميتاسيون، وانتم غتشوفوا القوانين اللي طايحه فيها. المهم نتمنى انكم وضحت هذه المسائل هذه. كان واحد الفيديو ديال واحد الاخت كانت هضرت على برشلونه في السيطه ديال برشلونه، السيطه ديال برشلونه ما هي عبر الانترنت سيطه بريفيا، عندها شي خمسه ولا اربعه الحوايج اللي عندنا الحق نطلبوهم، منها الرايبو، منها ترخيط انيسيال ديال الفاميلي الكومونيتاريو، منها القصير اللي تابعين والدي مع المورا باش تطلبوا لهم السيطه. ما بقيتش عاقل بالضبط شي حوايج اخرين اللي هما عاديين، يعني حوايج اللي هما اسونسيال يعني حنا عارفينهم. كيطلبوا منك انك تدخل الباج، دخل بحال مثلا اللي ما عندوش الوراق ما غاديش يطلبوا لك الفيرمه ديجيتال، يعني البصمه الالكترونيه. ولكن اللي غادي يبغي يدير رينوفاسيون او اللي يطلب الاوراق لولادو، شفت انايا على ما شفت انايا انهم كيطلبوا اللي هي لا هويه ديجيتال او لا فيرما الكترونيكا، بغيت نقول يعني الامضاء الالكتروني. فالهويه الالكترونيكا الا شي واحد ما عارفش ليها، فرنا تقريبا هذه شي شهرين درت واحد الفيديو وتكلمت عليها كيفاش نطلبوها ومنين نطلبوها وكيفاش ناديوها. غير هو السيطه اللي ما عارفش كيفاش يطلب السيطه من برشلونه، لان في اكتوبر هذا الشهر هذا اللي فات فعلا طبق هذا القانون الجديد، لانه دار واحد الطريقه اللي جديده باش انت تطلب السيطه منهم. الاختلاف الوحيد اللي كاين هنا هو انك انت خصك فوتوكوبي كاع داكشي اللي عندك انت ديال الاوراق، فوتوكوبي وتكونفيرتي بي دي اف يعني تسكاني وتصيفطو ليهم وتصيفطهم حتى نهار ديال يعني نهار غادي يموتو لك الاوراق مثلا ولا شي حاجه بحال هكا. هما ديك الساعه ملي كيتوصلوا كيصيفطوا لهم واحد نقولوا حنايا ميساج للتليفون او لا ميساج للبريد الالكتروني باش يقول لك النهار اللي عندك فيه السيطه، ولا كانت شي حاجه ناقصه هما كيعطوك الحق تدخل ثلاث الحوايج، السيطه ديالك اللي انت طالب يعني الطلب ديالك، ومن بعد الوراق ديالك، وواحد وحده اخرى في الوراق ديالك، المهم الطلب والوراق وشي حاجه اخرى عندها العلاقه بالوراق. كيخليو دخلت ثلاثه ديال الملفات، انت ملي كتدخلهم عاشك الساعه كتستلم فواحد المده قبل 10 ايام قبل ما يموتوا لك الاوراق ولا قبل ما تكون عندك السيطه، كيصيفطوا لك يقول لك ها النهار اللي عندك فيه السيطه باش تمشي. هذه الطريقه اللي ولات دابا، لان برشلونه كان عندها مشكل كبير في هذه القضيه ديال الاوراق، وكانوا كيطلبوا وراه من 2015 كان عندهم مشاكل. طولت كما ديما كنحاول ما نطولش، ولكن طولت هذه المره ثاني. المهم هذا هو اللي كاين، هذا هو المفيد، نتمنى تكونوا استفدتوا.
بما تكونوا عرفتوا القوانين او على الاقل يعني تعرفوا كيفاش تمشوا لوسكم. هذا هو المراد ديالي وهذا هو الهدف ديالي. تحيه للجميع، كنشكر كاع الناس اللي تابوناو لان اللي كيكتبوا ميساج الدعم، وكنوجه لهم تحيه الخوت والخواتات داخل وخارج اسبانيا داخل وخارج المغرب، تحيه من القلب. معكم ريان برا، نشوفكم في القلب العاجل. تهلاو براسكم، الله يعاونكم.